تتابعون في حلقة من فلسطين لهذا الأسبوع: لماذا لجأت المحكمة الدستورية إلى حل المجلس التشريعي الفلسطيني؟ هل هي الجهة المخولة بذلك؟ أم أنه قرار سياسي؟ ما التداعيات المتوقعة للقرار؟ وكيف يجعل السلطات الثلاثة في يد الرئيس محمود عباس؟ وفي زهرة المدائن القواسمي، فنان مقدسي يعيد رسم القدس القديمة. كما تتابعون في ذاكرة فلسطين: الثورة الفلسطينية الكبرى في الفترة من عام 1939 وحتى عام 1936.